استمعينا الافاضل الجمهورنا الرياضي الكريم، اهلا ومرحبا بكم على امواج القناه في برنامج الاسبوع الرياضي في العدد الجديد الذي يخدمكم في هندسه الصوت اروان في المراقبه وحيد وميكروفون العمل صيفي رفقه الزملاء بهذا العدد، ونسعد من البيئة وهران التريكور من جمال الدين شبلي الذي يوافقنا في تحليل ملفات كرة القدم. والتي نتمنى أن بعد يوم الكاف والفرحة بحول الله ستكون بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كما قلنا الموعد السبت القادم على الساعة يونغ افريكانز التنزاني بدخول تاريخ وفتح سجل الافريقي باول تتويج قاري بحول الله. اتحاد الجزائر الفائز في لقاء الذهب بهدفين واحد وضع قدما على المنصة ويدا في الكأس ويأمل ان يكلل بالجمهور والجمهور عاصمة